بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، ممكن تعمل لايك او تعمل سبسكرايب لو انت من الناس اللي شايف ان انا دمي تقيل وشايف ان انا بطبل الحكيم زي اشفع. براحتك يا صديقي، ما عنديش اي مانع وقول اللي انت عايزه. هي الحياه عباره عن شويه اراء عكس بعض. اما لو انت من الناس اللي شايف ان انا بحب الفيديوهات اللي بعملها على حكيم زي اشفع على تشيلسي، ده حقيقي. انا بحب اعمل فيديوهات على حكيم زي اشفع، بحب اعمل فيديوهات على تشيلسي، وبحب كمان اثبت للناس حاجه مهمه جدا: مش كل لاعب كان اسطوري ينفع يكون مدرب اسطوري. الموضوع سهل جدا وبسيط. هتقولي ما فرانك لامبرد السنه اللي فاتت كان عامل اداء كويس بشهاده كل المحللين. هقول لك، اغلب المحللين بيقولوا لك الكلام اللي انت عايز تسمعه بعد النتيجه ما بتكون ايجابيه. يعني مثلا صعب ان تشيلسي يكون كسبان وتلاقي ان حد طلع يقول لك والله تشيلسي النهارده فاز بامكانيات فرديه. يقول لك ان فرانك لامبرد عامل شغل احلامي جدا، وفرانك لامبرد مدرب اسطوري وكان لاعب اسطوري، والدنيا بالنسبه له بدات تكون صريحه ونوعا ما جيده. بصراحه انا كنت من الناس اللي كان بيقولوا الكلام ده السنه اللي فاتت. ما كنتش دارس ولا كان عندي علم التدريب، ولا كنت عارف اي حاجه في الخطه السنويه المدرب بيعملها، ولا كنت عارف حتى في الخطه قصيره الامد او الخطه متوسطه الامد بالنسبه للمدرب. لما بتخش في عالم التدريب بتعرف حاجه مهمه جدا: ما ينفعش انك كمدرب تيجي تقول ان الفرقه افتقدت للطاقه في مباراه معينه، او اللعيب ما ادتش الطاقه في مباراه معينه، لان الكلام ده هيكون معناه انك بتهاجم البرنامج اليومي او البرنامج السنوي او البرنامج الشهري اللي انت حاطه كمدير فني. فمعناه ان انت بتهاجم نفسك، لان انت مش عارف ان انت تستغل اللعيبه دي بدنيا، وعارف ان انت توصل لهم البرنامج التدريبي اللي هو مفترض انه برنامج متموج، اللي هو بترفع شويه وتنزل شويه بالحمل، وبعد كده ترفع شويه وبعد كده تنزل شويه بالحمل. وده بيكون شغل مدير فني اكتر ما بيكون شغل مخطط احمال، لان مفترض المدير الفني هو اللي بيعمل الكلام ده. بس الكلام ده ما كنتش عارفه زمان، عرفته دلوقتي وانا بقوله لك. عشان كده عندي مشكله لما لامبرد بيطلع يتكلم في حته الاحمال دي، لان الشغل ده بيكون شغلك قبل ما بيكون شغل مدرب الاحمال. لانك ما ينفعش انك تكون جايب شغل مدرب احمال مش متفق مع شغلك، ودي بيكون عندك مشكله. عايز تتعلم معنى مدرب الاحمال في عالم كره القدم، اتفرج على لعيبه ليفربول. لعيبه ليفربول ما عندهمش اي مانع ان هم يلعبوا مباراتين متواصلتين، ده شغل مدرب احمال بالتنسيق مع يورجن كلوب. دي حاجه عظيمه جدا. انما لما اللعيبه بتاعتك تكون فرفره جوه الملعب، ولعيب زي تيمو فيرنر بيت حال عليك عشان ده عدو دكه، ده معناه ان في مشكله في الشغل بتاعك. بس احنا مش جايين نتكلم على كل ده. هو كل ده مع الاسف مضطر ان احنا نقوله، بس دي حقيقه. فقبل ما نتكلم على حكيم زياش، تشيلسي بيلعب 4-3-3 صحيح؟ صحيح. نقولوا كانتي ماتيو كوفيتيتش موسم مونت، او نقولوا كانتي وجورجينيو، وكمان بتلاقي معاهم موسم مونت. موسم مونت بس ما شاء الله تحس ان هو عامل ثبات. الراجل ثابت جدا جوه الملعب. قدامه لما حكيم زياش بيكون موجود، حكيم زياش بيقدر ان هو يفتح جبهه يعدي من عليها ريجيمز. يعني حكيم مثلا بيخش لجوه بيخلي مساحه الريس ان هو يكون متقدم، فيفكر ان هو يلعب عرضيات للاعيب مركز 9. وكمان حكيم زياش بيكون واقف تحت في منطقه 18، بيكون على خط 18 مستني سكند بول، بحيث ان الراجل لو جات له كوره يحاول ان هو يا يخترق يا يشوط من مره واحده. وده قرار مش سهل لعيب الكوره، انك تفكر ان انت تحاول انت تعمل مراوغه بتدل على قوه شخصيه، تحاول انت تعمل تصويبه في حدود منطقه الجزاء، ده معناه انك قوه شخصيه برضه. ده بيقدرش يعمله لانجولو كانتي، اللي هو جباته الدفاعيه بتكون اغلب تقطفي عليه شويه اكتر من الهجوميه، لانه مش هجومي والراجل نوعا ما دوره الهجوميه على قده جدا. وكمان ماتيو كوفيتيتش الراجل نوعا ما بيقدرش يكمل 90 دقيقه بنفس الايقاع وبنفس الاداء اللي هو بيكون بيأديه في البدايات في الشوط الاول. فطبيعي جدا انك فجاه تلاقي ان كوفيتيتش وقع مره واحده، غير كوفيتيتش مره واحده كده بتلاقي ان مستواه هبط. غير موسم مونت، موسم مونت الراجل بتلاقي ان هو بيجنح اكتر، بيحب ان هو يروح على الاجناح علشان خاطر بيحب يهرب من الكثافه اللي موجوده في نص الملعب. فده لعيب لسه بدري عليه. ما ينفعش انك تقول لي ان موسم مونت صنع العاب متاخر في ال 4-3-3 زيه زي توني كروز في ريال مدريد. لا، الموضوع مختلف تماما. توني كروز متشبع خبرات، والراجل بسم الله ما شاء الله خبير جدا، خد كل البطولات اللي في الكوكب ده. فالراجل بيقدر ان هو يتعامل في المواقف جوه الملعب فرديا ممتاز جدا. انما موسم مونت هو لسه لاعب شاب بيحسس على طريقه، فصعب انك تقارنه بتوني كروز في ال 4-3-3. هو لعيب في ال 4-3-3 بيحاول يأدي الادوار الهجوميه، وبيحاول ان هو في الادوار الدفاعيه ما يكونش عال على كانتي، ولا يكون عال على كوفيتيتش، او حتى كمان بيكون عال على جورجينيو اللي بيكون موجود معاهم. فبتلاقي ان نص الملعب بتاعك ملوش اي ستين لازمه، غير ان هو بيدي الكرة من اليمين يوديها الشمال، وفجاه بياخدها بالشمال يرجعها من اليمين وننزل تاني على كانتي، وكانتي يحاول ان هو يبص وراه يشوف تياجو سيلفا يحرك الفرقه من تحت. وفجاه بتلاقي ان هلوم مجره بنلعب كوره كلها شبه بعض، مفيش اي ابداع. الابداع بيجي امتى؟ لما الكره بتيجي للاعب مركز 7 اللي هو حكيم زياش. فجاه بتلاقي ان الموضوع سلس تماما، بتلاقي ان حكيم زياش من وضع الثبات ممكن يرفع كروس للاعيب مركز 9، حكيم زياش ممكن يحاول يعدي واحد على واحد ويحاول ان هو يشوط برده من على الاطراف، والراجل رجليه حلوه على الجون، والراجل رجليه شغاله. فبتلاقي ان حكيم زياش راجل ايجابي على المرمى، بيحاول ان هو يجيب اهداف. بتلاقي كمان ان حكيم زياش ممكن يخش في العمق برده، بس مش عشان يشوط، بتلاقي ان هو بيخش في العمق علشان خاطر يعمل ثرو ناحيه اليمين ناحيه الشمال، اللي مفترض ان هو لما بيروح بيتحرك من ناحيه
ناحيه اليمين بيكون ريس جيمس زي ما اتكلمنا في البدايه بيكون موجود، ومفترض كمان ان مصر مونت بيكون موجود علشان خاطر بيخشوا في المساحه اللي حكيم زياش مفضيها. فمفترض ان حكيم زياش بيأدي دور صانع العاب وبيأدي دور جناح وبيأدي دور عراب الفريق جوه الملعب. اي لعيب بيتزنق في كوره مش عارف يتصرف فيها ازاي بيلعبها الحكيم، زي المباراه اللي فاتت بالظبط بالنسبه لمانشستر يونايتد. إريك بايلي لما حس ان هو متورط حط الكوره لبرونو، عارف ان برونو دايما هو اللي بيسند عليه في الاوقات دي. برونو ولخبط الدنيا والكره اتقطعت وجت جون، بس هو كده صار لعيب، في لعيب جوه الملعب اللعيبه بتثق فيه وبتعرف ان الراجل ده هيشيلنا في المواقف اللي احنا محتاجين حد نسند عليه فيها. حكيم بيقدر ان هو يأدي الدور ده في تشيلسي. فلما انا اجي اقول لك ان حكيم مؤثر على علاقة هيفرتز اللي لسه مش عارف يتحمل الضغوط بتاع ثمنه وسعره والكلام الكتير اللي الصحافه الانجليزيه بتتكلم فيه، ولا كمان ضغوط الغربه ان هو كان طلع بره المانيا لسه مفترض الولد بيتلمس الدوري الانجليزي، وكمان مش قادر ان هو يحاول يتاقلم مع مدير فني كل ما بيغلط بيطلع يخبط فيه في الاعلام. وموضوع انك تطلع تخبط في الاعلام دي برده في عالم التدريب صعبه جدا، لانك مفترض ان انت قائد وانت تتحمل كل اللي بيأديه لعيبتك جوه الملعب. ما ينفعش انك تطلع تقول ان اللعيبه النهارده خذلوني، اللعيبه النهارده عملوا اداء سيء، لان الشغل ده ما ينفعش انك تدي عنصر سلبي للفريق بتاعك. الشغل ده زمان انا كنت بقول ان فرانك لامبرد مدرب كويس، انا بحب لامبرد كلاعب ومن الناس اللي كنت حبيت فكره ان فرانك لامبرد كلاعب كويس ممكن يكون مدير فني كويس، بس خلاص الراجل مش قادر يحاول ان هو يكون مدير فني كويس. اما حته ان حكيم زياش ممكن يلعب قدام مانشستر سيتي، مانشستر سيتي بشجع السيتي وكل حاجه، بس انا عارف ان السيتي بيلعب العاب قذره من تحت لتحت، بيحاول ان هو ياجل كل حاجه لحد ما نشوف هنعمل ايه، هنكمل الدوري ولا هنستنى في الموجه الثانيه بتاع كورونا، ولا الدنيا تكون بالنسبه لنا عامله ازاي. في حته مباراه تشيلسي ورجوع حكيم زياش قدام مانشستر سيتي، اعتقد ان هي مشوار لسه طويل والكل حدث حديث، بس انت لو فاهم ان انا لحد دلوقتي لسه بطبل حكيم زياش وكمان فرانك لامبرد بيطبل حكيم زياش، فالله كريم مع نفسك بقى يا صديقي.